مش كاد يوسقسي أريتيني وقتنا كنت ظلة نغرات صحيح كلام ما يفولكين أتسي التشكى كرا المسائل الأفكار إبليس هل يتوس مثلا تغزالتينو أولي تجين تركازح تتسمح متيني تغزالتينو هل يتشكان كلا أفكار إبليس خشنين فدتنا ربي تبارك وتعالى وكون ماين ألي يسقلق ألي يستغضب وكان أرتكسود ربي تبارك وتعالى أجي يقولي قبل توبانو الأفكار أنا كله أرسل التشكان ورت نحمرخ أرسل ضيق أنت ظلتنو ورسل تشارح ورسل تشارح ظلت تخش وقت ظلت ولا ما يجان زل مسائلا وكان ريخ الجواب مسألة ما كسر انتفاح المسألة الجواب في مسألة يد هن لو سويت لخشين تظلت دمستير واسن كل ما يفلكين كل هان ما ين إبليس الدار التشكى كل ما ين تسكر إبليس باش يبي غرس ومسلم في ربي تبارك وتعالى باش التحرم غير خير التوريس باش المسلم أدول لكم الخير ليرا يشكد ين الصحابة في سورة ربي تبارك وتعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم هان راه التشكى الوسواس تظلت وراه التشكى أن تظلت الخشوع الناس النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل على يسارك ثلاثا قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني وكان سيد المسيح الغلاد أرتقعتي بزاف المدن وكان الخشوع أنت غلاد أي كان كل ما يفتهمه تظلت أي كان ونتظلت هل تظلت يقصر على الخشوع يزدو كان الدات يقصر لي الروح وكان ما يتعاون في الخشوع أي لغة تظلت سي الأمور ولكن أنت زوارن أي ماغ ومسلم أي كتوقتنس باش يسن أي تفكر ما يقرأ تظلت يقرأ آيات القرآن أنت تفكر أي تفكر سمعي نسنت يقرأ الأذكار أي تفكر المعين نسنت زند مسائلات أردي استحضار الدعوة الدعاء ربي تبارك وتعالى هذه استحضار القلب نس كل اسمه التيني لقطة تظل عن ما يدرت التعاون باش دي جوز الغشوع اشكو حتى النبي صلى الله عليه وسلم انت تعزى درت تظليت يحمل اي فتوى تظل اشكو نقص تفرحت نس غير النبي صلى الله عليه وسلم غير الحديث حبب الي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة يعني النبي صلى الله عليه وسلم تعزت تصليت انت تدست قلنا ارجست فاي ليرة يا الحديثين ارجست النبي صلى الله عليه وسلم ارحنا بها يا بلال او ارحنا بالصلاة يا بلال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ارجستني نكرى بلال الدن باش اندخنا فرحتنا تصليت وكان الامر ويسفين للتعاون في الخشوع اي مغبند اي كاتوغوتنس باش نكون ستي الأفكار اللي تشكل نس هو القلب نس اللي تشكل نس العقل نس لقد يتظلع أي مغ أي المسائل اللي ستيني الخشوع الأفكار اللي تشكل أتنتيني ستي في القلب نس يستيني في العقل نس أي مغ دي بلسان اللي ستاون وسويسان يخصى دي السيمة يخصى لي صندوقان يغي مغ تظلت أي اللي في المسائل أردي تكتي ربي تبارك وتعالى أي تكتي أي اللي يقرأ تظلت أشكو حتى أول بنادم أرد فلسي تقوز ما ين ليني ستين الخشوع أشكني لنغ وقل مثل الشهوات الشبهات أما الوسويسا اللي يخشن ليكمن اللي تشكن وسقسي ليكمن اللي يخشن يغتش كانت بنادم أي حاولت نسيتي أي تكفر بيت بارك وتعالى أش كنت إبليس ما يرنت غريب بأغارس فوس ومسلم باش يديروا لك من رضان بيت بارك وتعالى إما غدا أنت نسيتي المسلم يديروا لكم أغارس يفولكين غدان ربي تبارك وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وكان يشكد ديال الصحابي فلسيد ربي تبارك وتعالى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن يسهان أرح تشكن
حتى كانت كرا المسائل حتى كانت تظلت كرا المسائل خش النين نحشمك كتنا حتى كانت في ربي تبارك وتعالى الناس النبي صلى الله عليه وسلم الناس النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان. قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان. الناس اللي عندو كون تشكل مسائل وكنت حشنم التنتنيم هان غي كان يغان إيسي الإيمان نون إيسي فولك الإيمان نون إيسي قوة لو كانوا التريم أنت 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 ستين مسائل وتحشم التنتنيم هان ربي تبارك وتعالى يكونوا كون سليمان يفولكين يكونوا كون سليمان يكمل إذا وكانوا التريم زند مسائل التنتنيم يعني مؤمن أريد أن الدفع المسائل ورتيلة تنتني ولا ستنتي يمن عن ربي تبارك وتعالى الرزق والإيمان بالمزيكا أشكو أنت مسلم إما عبد دي سيبليس التيني سيتي فوغار سيخشن أشكو يشكا يعني السلف الصالح يشكا الدرس يشكا الدرس دين ديرو مين الناس نكني وراسي حتى شكا الوسواس الناس مرد ليس كاريب ليس انتاس تقمي لي خلان الناس ما كنت خلام تريب كله تقام كله ما نزلين ما كنت أسوله لي إبليس إبليس هذه التشكى غارسله مسلم اليوم سنغ نصر ربي تبارك وتعالى وريت التشجع وكان العلاج للدول المسائلات التقال ملدم يغي يسحس سوى سوي سدوش كانت تسلق البنس التيني آمنت بالله ورسوله آمنت بالله ورسوله آمنت بالله ورسوله أشكو عائشة رضي الله عنها إن هذه التشكى إبليس كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لتشكى إبليس كان يقول أليس التيني ما كي خلق أليس التيني كي يخلق يا ربي أليس التيني إبليس إما ربي ما تخلق إنك وكنت لكم غيكا التيني آمنت بالله ورسوله آمنت بالله ورسوله هان نرف لك ستي ربي تبارك وتعالى الوسوسة إبليس دار ربي تبارك وتعالى أدح يحفظ الوسوسة إبليس.